يقولون وإذا بالأكبر يبكي ويتبسم، قال بني مما بكاؤك وتبسمك؟ قال أما تبسمي فهذا جدي سقاني بكأسه الأب ويقول إن لك كأسا مذخون. يا رسول الله له يمك عطشان، هذا أنت جيت حينه على ولاد عطش شوي سكي شوي يا رسول الله. قال مما تبكي؟ قال أبي أرى جدتي فاطمة نزلت من السماء وهي تنظر في وجهك وتلطم على رأسك خشي النساء على الحسين أن يموت على ولده. قالوا زينب ما الحيلة؟ قالت أنا عرف أجيبه. وقفت على باب الخباء حطت 10 أناملها على رأسها بس مرة واحدة قالت وولده. سمع الحسين صوتها قال اختا عودي حي انا بعدي حي حي لا يطلع صوتك حي لا يطلع صوتك عودي عودي فان خدرك اعظم عندي من دماء ولدي. والله علي يراها شافا شافا ولد ابن شافي علي يراها قعد عنده وصفق راحي على راح صاحب صوت يا زينب على راح يا خيب لمة الدنيا عليك